هذا من الكلمة في بناء الجسم. الدهن في بناء الحيطة العظمى والأسنان، يعني ملح الطعام اللي كنا نسمع عن الأملاح المعدنية، في إيش بيحتوي على الأملاح المعدنية؟ بتساعد في الحيطة العظمى، في الأسنان، والكالسيوم بتساعد في بناء الدم مثل الحديد. تنظيم، حيث تنظم انقباض مسار العضلات وتنظيم دقات القلب. أيضا الأملاح المعدنية بتساعد في تنظيم الانقباضات والانبساطات الموجودة في الجسم وعضلات الجسم. مثل دقات القلب، الانقباض والانبساط الموجود في عضلات القلب، الأملاح المعدنية بتساعد فيها. من أهم هذه الأملاح الكالسيوم واليود والحديد واليود وغيرها.